بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. في هذه الكلمة أريد أن أقف الوقفة الأولى لشكر الله تعالى والثناء عليه سبحانه على توفيقه في استمرار انعقاد هذه الأنشطة المتميزة رغما عن هذه الظروف الصحية الاستثنائية. والوقفة الثانية تحية إجلال وإكبار للسيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية الدكتور سيدي أحمد بالحاج، الذي يواكب معنا هذه الأنشطة مواكبة فعلية إشرافا وإنجازا، وللأستاذ العلامة سيدي نجيب الزقاغ العالم المشرف عضو المجلس العلمي والعالم المشرف في برامج السادة الأئمة المرشدين، وللأستاذ العلامة سيدي مصطفى بوخرصة المرشد المنسق، هذين الرجلين اللذين يسايران أنشطة المؤسسة العلمية في مجالها العلمي والتكويني والاجتماعي بصدق وفعالية. وتحية خاصة للأستاذ العلامة الدكتور سيدي عبد اللطيف تليوان، وللعلماء الباحثين معه والعالمات الباحثات الذين يشرفون على هذه البرامج الافتراضية الجادة المقدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي. إنهم يشكلون عصبة من الكفاءات المقتدرة التي تحسن تقنية التواصل والسهر على هذه الباقة من الأنشطة المتنوعة الماتعة والتي ذاع صيتها، فأصبحت أنموذجا يحتذى ومثالا يقتدى ويتبع. وهنيئا لكل الحضور الافتراضيين من أعضاء المجلس العلمي والواعظين والواعظات والمرشدين والمرشدات والأئمة والخطباء وطلبة العلم والباحثين والباحثات وغيرهم بجميع حيثياتهم. وهذه وقفة ثالثة مع الشعار المنتقى لهذه الأنشطة. فبعد التقدير الواجب للعلم الوطني ولشعار المملكة، نحيي شعار الأشهر الحرم أزمنة العطاء والتميز. هذا الشعار الذي ألهم جيلا جديدا من الخدمات والمشاريع العلمية والدينية والتكوينية والاجتماعية. فبعد الآثار الطيبة لما استمتعنا به من عروض وكلمات ومحاضرات وتكوينات التي سعت إلى توطيد الثقة والمكتسبات في مجال ما تقوم به المؤسسة العلمية خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، تأتي هذه الندوة بمناسبة الذكرى 21 لتربع أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش الأسلاف الممجدين. هذه الندوة تعد تظاهرة علمية افتراضية تنعقد عن بعد احتفالا بتخليد هذا الحدث الرمز. وأما الوقفة الرابعة والأخيرة فمع موضوع الندوة، مؤسسة إمارة المؤمنين ودورها في حماية الملة والدين. والحديث عن إمارة المؤمنين يبقى دائما مشوقا، فقد تناولناه سابقا في محاور عدة، وكان لنا به حضور في برامج متلفزة وإذاعية باللغة العربية وبالريفية، واليوم يحاضر فيه أساتذتنا الأكفاء بطريقتهم الجادة وبأسلوبهم الممتع. وستبقى على مر الزمان
لإمارة المؤمنين جدتها، والكلام عنها لا يخلق على كثرة الرد، لأنها الشجرة الوارفة الظلال التي تظلل كل ثوابت المملكة الدينية والوطنية، وإنها الشعب الذي تمتح منه كل الشجيرات الأخرى وتحيا بسقياها. إمارة المؤمنين تحمي ملتنا وديننا، تحمي عقيدتنا وشريعتنا التي يدين بها أزيد من 36 مليونا مغربية، وخلق لا يحصى من بلاد إفريقيا وفي كل قارة من قارات الدنيا. وهذا الإشعاع الذي تعرفه إمارة المؤمنين قاريا ودوليا إنما بسبب كونها نظاما متفردا يضرب في أعماق التاريخ الذي يقدر بأزيد من 12 قرن من الزمان، وأنها تجمع بين إمارة شؤون الدين وشؤون الدنيا، وأنها حافظة للاستقرار وساهرة على التقدم في المملكة. ونعتز بمؤسسة إمارة المؤمنين التي لا نجدها إلا في عمق الأمة، منصتة لنبض رعاياها الأوفياء، تحمل معهم همومهم وتصرف كل جهد في سبيل الارتقاء بأحوالهم. نفخر بهذا النظام الذي أريد له أن يكون مؤتمناً على حفظ الكليات الخمس لهذه الأمة العظيمة، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وأساتذتنا الأجلاء هم ذو الفضل الذين إسهامهم مشكور وقدرهم موفور وعطاؤهم مأجور، فعندما اختاروا هذا الموضوع للتداول فيه لا شك بمشاركتهم وبكفاءتهم سيضيفون من الجديد ما تقع عليه العين ويشهد به اللسان ويخلد في الجنان، وذلك من محاسن إمارة المؤمنين العريقة ومن كرامات الملوك والأمراء الذين تعاقبوا عليها ومن بركاتهم ونفحاتهم. وواسطة عقدهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فحياكم الله وحيا جهدكم ومتعكم بمزيد من العلم والمعرفة، وأنار سبيلكم نحو الأسمى والأرقى والأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.